أثريا زي ما فرمي، حدثنا شعبة ابن حجاج عن أبي إسحاق قال: قيل لرجل من عبد قيس في مرضه أوصنا، قال: أنذرتكم سوف أفرمي. يكاك لابيا وكان كالهوزي عبد القيس بو نخوش بو ديار صحابة بو أبي إسحاق بيقل شتو خريق بو وفات يكد وطبعاً بيجو إلى الدنيا دربشي دعا مش قاري معن بكان. أفرمي فرموي قال يا ما أم كسا ثمامة بو صحابي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: أنذرتكم سوف. رواتكي ابن أبي شيبة: سوف أقوم، سوف أصلي، سوف أصوم. فرمي هوش داري تان بي أدم ورياي سوف بن لأين دا لأين دا نيوجكم لأين دا رجوكم لأين دا حجكم لأين دا خيركم لأين دا دين في ربم لأين دا دين في ركم. لا دس بك يا سيد دس بك.